أسوأ شيء ممكن يصير لإنسان في هالحياة إنه يكون ضحية لحسن نوايا، إنه يدفع ثمن عفويته وبساطته وثمن حسن ظنه بالآخرين. أسوأ شيء إنه يكون عيبك هو طيبتك، وإنك تضطر تغير جلدك لتعيش وتتأقلم مع محيط ما بيشبهك بس لأنه الدنيا بدها هيك. أسوأ شيء ممكن يصيبك إنك تتغير وإنت عارف ومتأكد إنك عم تتغير للأسوأ. احمي نفسك بإنك تبقى نفسك مهما ضغطت عليك الحياة، والجأ لربك، لأنه شو الفايدة لو تكسب الدنيا تكسب آخرتك وتخسر هويتك وشخصيتك وتخسر نفسك. فكر فيها منيح، لأنه بالنهاية ما حد رح يدفع الثمن غيرك.